نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. تونس تحيي ذكرى عيد الشهداء، ملحمة نضالات شعب ومقاومين، ورئيس الجمهورية يشرف على موكب بروضة الشهداء بالسجوم. مدرسة الفرصة الثانية، مشروع جديد من أجل إعادة إدماج التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة في مسار التعليم أو التكوين المهني. احتدام المنافسة بين ماكرون ولوبين عشية الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وتخوفات كبرى من ارتفاع نسبة العازفين عن التصويت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. تحيي تونس اليوم الذكرى 84 لعيد الشهداء، وإحياء لهذه المناسبة الوطنية انتظم موكب بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم بروضة الشهداء بالسجوم بتونس العاصمة. وضع خلاله رئيس الدولة إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء، وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الأبرار. كما أدى رئيس الجمهورية إثر ذلك تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، وتم إطلاق 3 طلقات مدفعية. وحضر هذا الموكب رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، ووالي تونس كمال الفقي، ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش. إذن ملحمة 9 أفريل 38 وتسعمائة وألف تمثل محطة فارقة في تاريخ تونس ونضالات شعبها من أجل نيل الحرية، نستعرضها في هذا التقرير. 84 عاما تمضي اليوم على ذكرى خالدة، ذكرى عيد الشهداء الذين سقطوا إثر خروج مظاهرتين، الأولى من ساحة الحلفوين بقيادة علي بلهوان، والثانية من رحبة الغنم بقيادة المونجي سليم للمطالبة بالحرية وببرلمان تونسي يمارس من خلاله الشعب سيادته. وقد جوبهت المسيرتان آنذاك برصاص الاحتلال الفرنسي، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وتبعتها حملات اعتقالات واسعة شملت قيادات الحركة الوطنية آنذاك. وقد شكلت أحداث 9 أفريل من سنة 38 وتسعمائة وألف منعرجا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني، بل كانت مرحلة هامة لها من الفضل الكثير في الأعداد لمحطات سياسية لاحقة، أدت في النهاية إلى أعلان النظام الجمهوري في 25 من جويلية عام 57 وتسعمائة وألف، لتبقى هذه الذكرى مرحلة فارقة في تاريخ تونس ونضالات شعبها في نيل الحرية، وملحمة فخر واعتزاز لأبطال وأشاوس الوطن. المناضل محمد المهدي محفوظ أصيل مدينة سيدي بوزيد لم تمحى من ذاكرته أحداث المقاومة ضد المستعمر، ورغم أن المشوار كان محفوفا بالصعوبات والمخاطر إلا أنه خاض معارك مختلفة ضد المستعمر، سلاحه روح العطاء وحب الوطن. ما زال أحداث المقاومة والمعارك ضد المستعمر محفورة في ذاكرة المقاوم محمد المهدي محفوظ بتفاصيلها الدقيقة لم تمحى وتأبى النسيان. في عين قصيبة استشهدونا 3 من الناس نهار الجمعة 7 ماي. المعركة الأخرى متاع سمامة ذاك فيلق كبير بكله، هو تستاهل معناها تمديد باش كما قلت باش الشعب يفهم، يستاهل التمديد. معناها قضينا عليهم كمالا بقوطينهم، اتحرقت الابغال، ماتت الكل، فهمت. منذ صغره تشبع بمعاني المقاومه والشجاعه والذود عن الوطن، وان كان المشوار محفوفا بالصعوبات. جد ام بويا تحكي لي على ابوها غومه، قاوم مع الدغباجي ومع بن سديره. أنا صغير وقول ما صابني، معناها نكبر ولي راجل ولي كيف. جت المحنة هذه جو بطو رجال متعدي بيت عنا، مشيت معاهم. وزيد نشكر جماعة سيدي عيش مراو راجل، سيدي عيش مراو راجل، ولاد حاج خدمة هذوما تاعي الرحال، فهمت، هذوما كنجو فيهم الكرطوش يتمسح والحوالي تتغسل وهم اللي يعسوا ونرقدوا وكذا، بارك الله فيهم.
أبطال كتبوا تاريخ تونس من أجل تحريرها ودحض المستعمر، وخطوا بدمائهم وأرواحهم ملحمة الاستقلال. يؤدي أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي برئاسة مايكل جالر الاثنين المقبل زيارة إلى تونس للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسساتي وفق بلاغ صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. الزيارة ستمتد من 11 إلى 13 من أفريل الجاري، وسيلتقي خلالها الوفد البرلماني برئيس الجمهورية قيس سعيد وبممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية. وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أكد ظهر الخميس الماضي لدى استقباله سفراء مجموعة الدول السبع بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، أكد أن الديمقراطية في تونس مسألة محسومة، وأن الاستحقاقات السياسية المقبلة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تمثل كل منها محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام. من جهتهم أكد سفراء مجموعة السبع أهمية مواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين ومكونات المجتمع التونسي، مجددين التزام دولهم بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. في إطار التعاون التونسي البريطاني وبالشراكة مع مكتب اليونيسف بتونس، تم إنشاء مدرسة الفرصة الثانية بالقيروان بهدف مقاومة الانقطاع المدرسي. الحل موجود معك هو شعار مدرسة الفرصة الثانية التي تهدف إلى مقاومة الانقطاع والتسرب المدرسي. هذا المشروع الذي يستهدف الفئة العمرية بين 12 و 18 سنة مثل محور زيارة وزير التكوين المهني والتشغيل للاطلاع على تقدم سير أشغاله. مدرسة جديدة للصغيرات اللي انقطعوا على الدراسة باش نجيبوهم ونعاودوا نحيطوا بهم ونعاودوا نوفروا لهم العناية اللازمة ونعاودوا نوفروا لهم التعليم بطريقة جديدة اللي يتماشى مع الخصوصية متاعهم بصفتهم منقطعين عن الدراسة. والهدف هو يا أما نرجعوهم للمسار الدراسي العادي، وإلا نعاونوهم باش ناخذوهم من بعد في مراكز التكوين المهني اللي يعتبر اليوم مسار من مسارات النجاح. نعرفوا الكل الأفاق الموجودة الكبيرة في التكوين المهني وقديش الصنعة ولات مطلوبة في تونس، ونعرفوا قديش اليوم نحن محتاجين للصناعية في جميع المجالات. هذا المشروع تم إنجازه في إطار التعاون التونسي البريطاني وبالشراكة مع مكتب تونس لليونيسف. نحن فخورون جدا بهذه البادرة وبهذه الشراكة بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص، وإلى حد الآن أكثر من 1500 طفل تم إدماجهم في مدارس الفرصة الثانية، وهذا بالطبع يعتبر نجاحا كبيرا. كما أننا ممتنون للمملكة المتحدة شريكنا الرئيسي الذي مول هذه المبادرة. الفكرة هي تمكين طلاب تونسيين من مواصلة تعليمهم أو حصول على التكوين المهني خاصة بعد انقطاعهم عن الدراسة. فمدارس الفرصة الثانية موجودة في كل من أريانا والقروان وجابس وتونس، وإن شاء الله ستكون فرصة ممتازة للشباب التونسيين. ومن المنتظر أن تستقطب مدرسة الفرصة الثانية بالقيروان روادها مطلع السنة الدراسية القادمة. عادات غذائية يقبل عليها التونسي خلال الشهر الكريم، ومنها من تؤثر سلبا على صحته. وفي هذا الروبورتاج دعوة من الأخصائيين لاتباع نصائح غذائية مهمة من أجل صحة جيدة. في شهر رمضان يكثر الإقبال على الوجبات الغذائية الدسمة التي توجد فيها البقول الجافة بجميع أنواعها، إلى جانب الحلويات التقليدية والمشروبات الغازية مع تناسي شرب الماء، ما يؤثر سلبا على الصحة لتنتج عنها تعكرات صحية منها الإمساك. الإمساك في رمضان، الكونستيباسيون. الكونستيباسيون معناتها برشا عبيد تجيهم في رمضان، سورتو في رمضان. قلة الحركة هي السبب، قلة شربين الماء، وقلة ماكلة الخضرة معناتها النية سورتو، معناتها لي سالاد والا كيما قلت انا خضرة اون فراك نحطوها مش قاعد ياكل برشا خضرة. دونك هذا الكل كي يتراكم مع بعضه
تنجم تولي فما حالة قبض وإمساك اللي تقلق ياسر ياسر، فهمت؟ العباد اللي تعاني من الانتفاخ والبالونمون والكل، سي فري تحصل برشا. احنا سيغمون باش نحطوا كالدبابش وكالحمص والعدس باش نستعملوا اللوبيا ساعات في لي بلان تاعنا والكل، دونك ما نجموش نحيوها كومبليتمون، مي نجمو نحطوا الرند مثلا نستعملوه في لي سوب نتاعنا، في لي صوص، نجمو اون بريفوا اون تيزان بوندون لا سواري، نجمو ناخذوا اون تيزان مثلا فيها البسباس والرند. وعليه دعا الأخصائيون في التغذية إلى ضرورة الإكثار من الخضر والغلال وشرب الماء بعد الإفطار خلال شهر رمضان وممارسة النشاط البدني. دونك نقصوا من استهلاك السكريات، نشربوا برشا ماء، نستهلكوا الخضر، ما ننساوش استهلاك الخضر خلال شهر رمضان، ماذا بينا هذيك تكون موجودة، استهلاك الغلال بطريقة معناتها منتظمة، نبعدوا على المقليات، إذا نعملوا نشاط بدني، نتحركوا، ماذا بينا ما يقعدش شكل الإنسان عدة ساعات قدام التلفزة، لازم يتحرك بعد الإفطار نصف ساعة كل يوم. الماء أنا ديما نذكر اللي هو السائل الوحيد الضروري للجسم، معناتها فما حتى شيء يعوض الماء، أما نجموا نقويوا الكمية متاع السوائل بالترنجية، تي خفيف، قهوة خفيفة، البن رايب بسيساجيريا بوركوا با زاد حاجه بيه. لتكون الحكمه لا افراط ولا تفريط في الاقبال على الوجبات الغذائيه مع الابتعاد عن الخمول لتفادي التعكرات الصحيه. في أخبارنا العربية والدولية، وقبل ساعات من موعد الدورة الأولى من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يحتدم التنافس بين مرشحين اثنين هما الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، وسط مخاوف من ارتفاع عدد المقاطعين لهذا الموعد الانتخابي. عشية الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يلتزم المرشحون بعدم الإدلاء بأي تصريحات في انتظار صدور النتائج الأولية للاقتراع يوم الأحد، ينحصر التنافس إلى حدود الساعة بين مرشحين اثنين هما الرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، وسط استفادة طفيفة لزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشان من موجة تأييد جديدة. وفيما تتجه الأنظار إلى يوم الاقتراع في ظل تخوفات كبرى من ارتفاع نسبة العازفين عن التصويت والمترددين، تبدو فرص بقية المرشحين وعددهم 10 محدودة وفق استطلاعات الرأي التي أظهرت إمكانية فوز الرئيس ماكرون بفارق ضئيل عن ملاحقته في السباق الانتخابي مارين لوبان. وكان الرئيس المنتهي ولاية إيمانويل ماكرون قد ركز في برنامجه الانتخابي على مشروع يجعل من فرنسا بلدا قويا في مجالي التعليم والصحة، فيما بنت منافسته مارين لوبان برنامج مجهة على تحسين ظروف عيش الطبقة الوسطى وتجديد قوانين الهجرة. وتمثل الهجرة من أبرز القضايا التي يركز عليها المرشحون الاثنى عشر، حيث تبدو المقاربات بشأنها مختلفة بين معسكر يتعهد بتشديد قوانينها وآخر يطرح مقاربة اجتماعية تقوم على الإدماج. وغالبا ما تمثل أصوات المهاجرين ومن بينهم المسلمون عاملا مهما في الانتخابات الفرنسية باعتبارهم يمثلون حوالي 10% من السكان. وإذا كانت استطلاعات الرأي تعكس بنسبة كبيرة نتائج الانتخابات، فسيكرر ماكرون ولوبان سيناريو سنة 17 و2000 بخوض جولة ثانية في 24 من أفريل الجاري. وينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف مدير مركز الدراسات السياسية والاجتماعية رياض السيداوي. سيد السيداوي، كيف تقرؤون هذه المواجهة الثانية لإيمانويل ماكرون ومارين لوبان في سباق الرئاسة الفرنسية؟ هي طبعا مواجهة ساخنة، لكن خليني نستشهد بعالم السياسة الفرنسي موريس ديفرجي في كتابه الشهير لا ديموكراسي سون بوب، الديمقراطية بدون الشعب، حيث يقول أن وسط اليمين ووسط اليسار احتكروا الحياة السياسية الفرنسية منذ الحرب العالمية الثانية ويدعمهم التكنوقراط في الدولة الذين لا يتغيرون، يعني دائما وسط لهذا لا يتغير أي شيء ولا يتغير شيء كبير في أي انتخابات. الشعب الفرنسي متململ، يبحث من الواضح أنه يبحث إما على الأقصى اليمين أي القوميين ممثلة في جبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان، أو أيضا أقصى اليسار ممثل في ميلانشون. الأوليغارشية الفرنسية الصناعية والمالية طبعا دائما
تدعم وتمول الوسط، سواء كان وسط اليمين أو وسط اليسار. إذا هذا الاحتكار، هل هذه المرة ينجح الفرنسيون في تحكيم هذا الاحتكار، بمعنى إيصال ليس فقط لأنه للدور الثاني، لأنه هذا حدث في السابق أنه ماري لو بان أو حتى أبوها وصلوا للدور الثاني، لكن أن تنجح وينجح ويصبح رئيس فرنسا بعيدا عن احتكار الوسط سواء كان وسط يسار أو وسط اليمين؟ نعم، جائحة كورونا والتحولات الجيوسياسية يبدو أنها لعبت دورا كبيرا في الانتخابات الفرنسية، فكيف ذلك؟ نعم، فرنسا من أكثر البلدان التي تضررت من جائحة كورونا، ونعلم جميعا الاقتصاد الفرنسي في تقاطر، سنة 2030 سيصبح الاقتصاد التاسع عالميا، والآن هو الاقتصاد السابع، يعني حتى الهند تجاوزت الاقتصاد الفرنسي. إذا ثم مصاعب كبيرة تراكمت مع كورونا، ثم الآن تراكمت مع الحرب الأوكرانية، لأن الاقتصاد الفرنسي قال كلمة، قال محاصرتنا وعقوباتنا الاقتصادية ضد روسيا كمن يطلق النار على ساقيه، بمعنى ليست روسيا فقط متضررة وإنما أوروبا وفرنسا تحديدا متضررة كثيرا جدا بالعقوبات المفروضة على روسيا، يعني الجميع متضرر، القدرة الشرائية الفرنسية انهارت بشكل كبير. لهذا يسعى أقصى اليمين يعني الجبهة الوطنية ماري لو بان أو أقصى اليسار ميليشو أن يأخذ هذه الفكرة والصخرة وهي انهيار القدرة الشرائية. لا ننسى أيضا السترات الصفراء التي قمعتهم حكومات ماكرون، قمعتهم يعني بشكل بوليسي وحشي وحتى دموي في كثير من المظاهرات، هذه الاحتجاجات الاجتماعية الراديكالية ضد التقاطم الاجتماعي وانتشار الفقر وانهيار القدرة الشرائية للشعب الفرنسي. لكن كما قلت انحدثت مفاجأة كبيرة في الدور الثاني، لا أتحدث عن الدور الأول، هي أن يتم ضرب احتكار التاريخي للوسط سواء كان يمينا أو يسارا للحياة السياسية في فرنسا. طيب سيد السيداوي، أي انعكاسات للنتائج المحتملة للانتخابات الفرنسية على الجالية العربية إجمالا في كلا الحالتين في صورة فوز ماكرون أو لوبين؟ طبعا هذا الدور الأول، نحن ننتظر الدور الثاني حتى نعرف من هو رئيس فرنسا. غدا سنعرف من المرشحان للدور الثاني. في كل الحالات لا أعتقد أنه ثم تغيرات كبيرة جدا، حتى أقصى اليمين مثلا زمور الذي يشن حرب عنصرية ضد العرب والإسلام والمسلمين. لا ننسى أن الدولة الفرنسية نفسها، وهذا يجب أن يعرفه المشاهد التونسي والمغاربي، تحتاج لنا على الأقل كسوق منطقة المغرب العربي الوحيدة ربما في العالم التي تشتري هذا الكم الهائل من السيارات الفرنسية التي لا تجد رواجا طبعا في سويسرا ولا على الحدود الفرنسية. إذا ثم ورقات ضغط كبيرة جدا لدى دول المغرب العربي أيضا ضد فرنسا في حالة ما أنه متطرف وصل إلى السلطة ويمارس سياسة ضد المهاجرين أو ضد الدول المغربية. لا ننسى ذلك، أيضا الدول المغربية لديها ورقات ضغط اقتصادية كبيرة جدا ضد أي حكومة فرنسية سواء كانت يمينية أو يسارية. نعم، مدير مركز الدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف رياض السيداوي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة في قاعدة جوية وسط أوكرانيا، وفي وقت سابق أدى استهداف محطة للقطار إلى مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا. وفي ردود الأفعال على ذلك التصعيد، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن القوات الروسية ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب باستهدافها المدنيين في أوكرانيا، لكنها قالت إنه يتعين على محامينا التحقيق في تلك الوقائع. إثر استهداف محطة كراماتورسك للقطار في الشرق الأوكراني بقصف صاروخي، دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى إرسال المزيد من الأسلحة إليها وفرض عقوبات على روسيا التي حملتها مسؤولية الهجوم الذي أدى إلى مقتل 52 شخصاً على الأقل في محطة السكك الحديدية.
وفيما وصف الرئيس الأوكراني الهجوم على كراماتورسك في إقليم دونتسك بأنه متعمد، نفت روسيا تورطها في ذلك الهجوم. وقال زيلينسكي في مقطع مصور في وقت متأخر من مساء أمس: نتوقع ردا دوليا قويا على جريمة الحرب تلك. وأضاف أن أي تأخير في تقديم أسلحة لأوكرانيا وأي رفض لا يعني سوى أن السياسيين المعنيين يريدون مساعدة القيادة الروسية، داعيا إلى فرض حظر على الطاقة وعزل جميع البنوك الروسية عن النظام العالمي. دعوات زيلينسكي وجدت لها صدى على المستوى الأوروبي، فتزامنا مع زيارة وفد أوروبي رفيع لأوكرانيا، تبنى الاتحاد الأوروبي خامس حزمة عقوبات على روسيا منذ غزوها أوكرانيا. الوفد الأوروبي رفيع المستوى الذي زار أوكرانيا تضمن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد، والهدف من تلك الزيارة هو تقديم الدعم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وطمأنته بخصوص مسعاه للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنه سيكون هناك طريق للاتحاد أمام أوكرانيا، مؤكدة أنها ستقف مع الدول المانحة للخروج من الحرب بدولة ديمقراطية. هذه التطمينات الأوروبية سبقتها أخرى روسية، حيث أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي خلال الأيام المقبلة، إما بتحقيق أهدافها وإما عبر المفاوضات، مضيفا أنه من الممكن تطويق الوضع عبر الدبلوماسية، لكن الأمر يتوقف على مدى اتساق الموقف الأوكراني مع شروط روسية. وفي الجانب الإنساني، أعلنت أوكرانيا أنه تم الاتفاق اليوم على فتح 10 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة بأوكرانيا، وستشمل الممرات واحدا لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية، وذلك عقب اقتحام المخيم. ويأتي هذا الهجوم على جنين بعد يومين من عملية الشهيد رعد حازم. نحو مزيد من التوتر والتصعيد تتجه الأوضاع في الضفة الغربية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وانتهاكاتها التي لا تتوقف ضد فلسطين شعبا وأرضا وحقوقا. فعقب اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني وأصيب خمسة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصفت حالتهم بالمستقرة حسب وزارة الصحة الفلسطينية، لترتفع الحصيلة النهائية إلى استشهاد سبعة فلسطينيين برصاص المحتل. تأتي هذه التطورات وسط تبادل لإطلاق النار وقع بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مهاجمة مخيم جنين ومداهمة عشرات المنازل، من بينها منزل منفذ الهجوم الأخير في تل أبيب رعد حازم، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص من قوات المحتل. وفي ظل احتدام الأوضاع في الضفة الغربية، أعلنت حركة فتح وحماس رفضهما للتهديدات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، مؤكدين أن هذه التهديدات وخاصة لجنين وسكانها لن تكسر إرادة شبابها الأحرار. جاء ذلك إثر إعلان قوات الاحتلال بتكثيف الإجراءات الوقائية في منطقة شمال الضفة الغربية وتعزيز الجهود الدفاعية في منطقة التماس. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم أن المملكة العربية السعودية قررت رفع عدد الحجاج هذا العام إلى 1 مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وفقاً للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية، وذلك بعد عامين من القيود المشددة المتعلقة بكوفيد-19. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الحج والعمرة قولها إن حج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة في وزارة الصحة. وأضافت الوزارة أنه يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة. وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
بعد أن كان معرضا أو معرضا للإتلاف بسبب عدم احترام ظروف التخزين، انطلق بجمارت مشروع إنقاذ الأرشيف السينمائي والسمعي البصري ورقمنته حسب ما نشرته وزارة الشؤون الثقافية على صفحتها الرسمية. عملية إنقاذ المخزون السمعي البصري ورقمنته بدأت منذ شهرين ببعث لجنة لدراسة برنامج عمل هذا المشروع متكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية ووزارة أملاك الدولة ووزارة الدفاع إلى جانب الأرشيف الوطنية. وتكتسي عملية إنقاذ الأرشيف السينمائي دقة بالغة، حيث تتم معالجة العلب الفيلمية باختبار قياس الحموضة لكل شريط. وقد تمكن الفريق التقني إلى حد الآن من إنقاذ حوالي 3000 شريط، فيما يبلغ العدد الجملي للمخزون أكثر من 30000 شريط. ولهذا المشروع الثقافي دور كبير في حفظ الذاكرة الوطنية وتثمينها. في أخبار الرياضة، تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا للدور نصف النهائي من بطولة شارلستون الأمريكية إثر تغلبها على الأوكرانية إنيلينا كالينينا بمجموعتين دون مقابل. وستباري أنس جابر مساء اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة شارلستون الأمريكية أماندا أنيسيموفا المصنفة 47 عالميا. قلص نادي دورتموند الفارق بينه وبين المتصدر بايرن ميونخ إلى 6 نقاط مستفيدا من انتصاره على مضيفه شتوتغارت. وفي مسابقة كأس أبطال آسيا استهل الهلال السعودي مشواره في دور المجموعات بتحقيق فوز صعب على ضيفه الشارقة الإماراتية بهدفين لهدف ضمن منافسات المجموعة الأولى. وبكر الهلال بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة 5 بهدف سجله صالح الشهري من ضربة جزاء، غير أن الشارقة نجح بعد دقيقتين في تحقيق التعادل عبر شوكوروف. ثم انتظر الهلال حتى الدقيقة 62 لتسجيل الهدف الثاني عن طريق ميشيل ديلغادو. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها. تونس تحيي ذكرى عيد الشهداء ملحمة نضالات شعب ومقاومين، ورئيس الجمهورية يشرف على موكب بروضة الشهداء بالسجوم. مدرسة الفرصة الثانية مشروع جديد من أجل إعادة إدماج التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة في مسار التعليم أو التكوين المهني. احتدام المنافسة بين ماكرون ولوبان عشية الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وتخوفات كبرى من ارتفاع نسبة العازفين عن التصويت. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وشهية طيبة للجميع.